أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والطلاب، اليوم غادي نتكلموا على واحد التطبيق، هو تطبيق تعليمي ظهر مع هذا المرض كورونا. هذا التطبيق اسمه تلميذ تيس للهاتف. ندخل للتطبيق. في واجهة التطبيق عندنا أربعة أيقونات، عندنا بث مباشر، السلك الابتدائي، السلك الثانوي الإعدادي وهو السلك الإعدادي كما يسمى قديما، والسلك الثانوي التأهيلي. هنا غندخلوا البث المباشر. هنا عندنا القناة الثقافية الرابعة، نموذج لتفعيل مسطحة الخدمة التشاركية للتعليم عن بعد. هنا عندك بث مباشر كذلك الرابعة. هنا عندك معلومات عن فيروس كورونا المستجد. ندخل نختار بث مباشر الرابعة. واحد هي أرتوب هنا الدسك يتكلم على الدالة الخطية والدالة التألفية، مادة الرياضيات. إذا أ تنتمي مستوى الثالثة إعدادي. نقوم بنفس العملية بالنسبة لي بي. أستاذ يشرح درس الدالة الخطية والدالة التألفية. كما لاحظتوا أن الفيديو سريع الاشتغال. بي مفصول ب هو ناقص واحد، لدينا جن ناقص واحد تساوي وهكذا. هذه مجموعة من المعلومات خاصة بالبث المباشر. نعود إلى الخلف، هنا عندنا السلك الابتدائي. السلك الابتدائي كما تلاحظون في الخانات في الأعلى عندك اللغة الفرنسية، النشاط العلمي، اللغة العربية، الرياضيات. هكذا نختار اللغة العربية. هكذا السنة الأولى، حرف القاف السنة الأولى، القراءة المستوى الأول. نصعد إلى الأعلى، مستوى الأول، السنة الأولى، السنة الأولى، مجموعة الدروس العربية السنة الأولى. هكذا ثم السنة الثانية والسنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة. نأخذ السنة الرابعة ابتدائي، أنواع الفعل المعتل. هكذا السلام عليكم. هكذا مرحبا أعزائي التلاميذ، رأينا في حصة سابقة الفعل المعتل، هل تتذكرونه؟ نعم الفعل. وهكذا نذهب إلى الرياضيات. السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة. نأخذ مقارنة أعداد عشرية للسنة الرابعة ابتدائي مثال. هكذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتطرق إلى مادة الرياضيات المستوى الرابع، الموضوع الأعداد العشرية، المقارنة والترتيب. مقارنة عددين عشريين، نتبع المراحل. هكذا هكذا رياضي. نذهب إلى النشاط العلمي. هكذا المستوى الخامس، الضوء، العلبة المظلمة. نأخذ هكذا اللغة الفرنسية كذلك. هكذا يعني مجموعة من الدروس. نعود إلى الخلف، نأخذ المستوى السلك الثانوي حتى هو فيه الرياضيات، التكنولوجيا الصناعية، التربية الأسرية، اللغة الإنجليزية، العلوم الحياة والأرض، الفيزياء والكيمياء، اللغة الفرنسية. نأخذ الفيزياء والكيمياء. هكذا مجموعة من الدروس. نعود إلى الخلف، السلك الثانوي التأهيلي، الجذع مشترك. هكذا السنة الأولى بكالوريا. هيا ثم السنة الثانية البكالوريا، اللغة الإنجليزية، فلسفة، علوم المهندس، علوم الحياة والأرض. هكذا مجموعة من الدروس. هذا التطبيق جيد وسهل الاستعمال ويشتغل بسرعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.